يتم إجراء أكثر من 38 مليون معاملة صراف آلي يومياً وهي سهلة، لكن السرقات التي تحدث عند الصراف الآلي تزداد، وقد تحدث حتى في بلدة صغيرة. حيث الأمان. لن أنسى في حياتي هذه الكلمات التي كان يرددها. أعطني الأموال يا سيدة. ابتعد عني. كان الوقت منتصف الليل تقريباً في مجتمع هادئ في لويزيانا نيو أورليانز، وكانت ساندرا سميث ذاهبة للتسوق. كان علي التوقف عند الصراف الآلي لسحب مبلغ من المال. منطقتنا هادئة جداً، لذا لم يزعجني سحب المال في منتصف الليل، ولم أتردد في ذلك مطلقاً. لكن ساندرا احتاطت، توقفت بجانب المصرف ونظرت حولها وتأكدت من أن المكان آمن قبل خروجها من السيارة. هناك موقف سيارات كبير أمام المصرف، وعلى جانب الطريق قرب موقف السيارات كان هناك سيارة كبيرة، وكانت متجهة إلى الداخل وليس إلى الطريق السريع. فكرت في أمرها وترددت للحظة وانتظرت. أضاءوا الأنوار ثم استداروا ثم انطلقوا. شعرت ساندرا بالراحة حين غادرت تلك السيارة، وقررت النزول لسحب المال من الصراف الآلي. فعلت شيئاً لا أفعله عادة، وهو عدم إغلاق باب السيارة، ونزلت لسحب المال. حرصت طيلة الوقت على أن أراقب المكان المحيط لوجود بعض الأشجار العالية على اليمين وخلفي. أثناء سحب المال من الصراف الآلي كان لدي شعور قوي بالانتباه، وأعرف أن هذا كان بسبب السيارة الكبيرة، لأنها كانت هنا وغادرت. لذا كنت أنظر حولي وأنظر خلفي، وكأنني أحاول حث الآلة على الإسراع، ولم أرى في طرف عيني سوى قناعاً للتزلج، فهربت إلى سيارتي فوراً. ركضت إلى السيارة وأنا أعرف أن علي الوصول إليها أولاً. أعرف أن علي إقفال أبواب سيارتي. أحكمت القفل حين سحب ذلك الشاب مقبض الباب. حدث ذلك خلال جزء صغير جداً من الثانية. دخلت السيارة، حاولت إغلاق الباب ولكن عبثاً، وبسرعة كبيرة شكل هذا الفرق بين أن أجر من سيارتي وبين أن أكون قادرة على الوصول للأمان فيها. هذا أمر مستغرب، لم أكن قادرة على فعل شيء. ابتعد عني. أنا أريد المال. لا أملك المال. لا أعطني المال. أعطني المال. قلت لك أعطني المال. هيا افتح الباب. كان قلب ساندرا ينبض بشدة وتشعر بالرعب الشديد حين أخرج المهاجم مفكاً ضخماً. لن أنسى هذه الكلمات لأنه استمر بترديدها. أعطني المال يا سيدتي. المال. كانت يداي ترتعشان. كان يضرب النافذة بكوعه ويصرخ. أخرج المفك وكسر النافذة. قفز إلى السيارة برأسه أولاً واستقر في حجري. لم أستطع تصديق الأمر، ولم أتفوه بكلمة طوال الوقت، ونظرت ورأيت ساقيه خارجتين من السيارة، وقلت لنفسي لن يبقى في سيارتي، سأقودها، وحين أدوس الوقود فيها تنتقل من سرعة 0 إلى 60 خلال 3 ثوان، لذا استخدمت وضع الرجوع إلى الخلف ودست على الوقود واستدرت دورة كاملة إلى الخلف، مما تسبب بإسقاطه من النافذة. وثب المهاجم وهرب، لكن ساندرا لم تحب فكرة أن تصبح ضحية لمجرم، فقررت اللحاق به. حينها خطرت لي فكرة، ماذا يحصل في بلدتي؟ هؤلاء الأشخاص جاءوا إلى هنا حيث لا ينتمون، ولن يهربوا بفعلتهم. خلال لحظات وصل مهاجم ساندرا إلى سيارة، فتح الباب الخلفي فقفز إلى الداخل. فكرت بصدم السيارة، وحالما خطرت تلك الفكرة في رأسي لم أستطع سوى التفكير بأنها قد تكون مسروقة. لم يكونوا مسرعين بعد، لأنهم لم يعرفوا أنني أطاردهم، ففعلت ما كانوا يفعلونه. مررت فوق الحاجز وعبرت الجزيرة، وكانوا يسيرون بسرعة 45 تقريباً، وتلك هي حدود السرعة. اقتربت بشكل كاف لأرى رقم السيارة وحفظته. أدركت أنهم لم يعرفوا أنني
كنت أطاردهم. في البداية ظنوا أنهم هربوا مني، ونظروا فرأوا امرأة تطاردهم وما زلت خلفهم، وظنوا أنني بقيت في موقف السيارات. ثم استدار كلا الراكبين ونظرا إلي، فقلت في نفسي: نعم، لقد تعرضتما للشخص الخطأ في البلدة غير المناسبة وفي الوقت غير المناسب. حين رآها سائق السيارة الكبيرة زاد من سرعته. أخرجت ساندرا هاتفها النقال واتصلت بالنجدة. خلال دقائق مرت بها سيارة شرطة كانت تسير في الاتجاه المعاكس، وفجأة رأتهم يستديرون في مرآة سيارتها، كانوا يلحقون بها. حين مر المهاجمون مسرعين من الزاوية وجدوا أنفسهم في شارع مغلق، وانعكست الصورة، أصبحوا هم في موقف ضعيف. هرب المهاجمون إلى الغابة، فتصرفت ساندرا ثانية. حينها ظهرت سيارات الشرطة وصافراتهم وأضواؤهم، فراقبت المهاجمين وتأكدت من أن أعرف أين اتجه كل منهم. حين وصلت الشرطة أخيراً أخبرتهم أين ذهب الفتية. جرى بحث كامل عن المهاجمين الثلاثة، وبفضل مساعدة ساندرا استطاعت الشرطة أخيراً اعتقال أحدهم ومحاكمته بتهمة محاولة السطو. لم أفعل سوى ما ظننته التصرف الصحيح. لقد حميت نفسي وحميت بلدتي وحميت الأناس الذين أعرفهم وأعيش معهم كل يوم. أنا فخورة بذلك، لأننا لم نشهد عملية سطو مثلها منذ ذلك اليوم. قمت بالتصرف الصحيح. هناك بعض الأمور التي يمكنك فعلها لحماية نفسك حين تستخدم الصراف الآلي. حين تختار جهاز صرف آلي خارجي، أقترح استخدام الذي في مركز المبنى وليس في الزاوية، لأنه يحتمل استهداف اللصوص للزوايا والأعمدة والأشجار للاختباء خلفها. حين تستخدم جهاز الصراف الآلي أثناء وجودك بالسيارة، أبقي سيارتك في وضع القيادة لتستطيع الهرب إن احتجت لذلك. نوصي أيضاً باستخدام الصراف الآلي أثناء النهار، فاحتمال التعرض لهجوم حينئذ أقل. إن رأيت شخصاً مثيراً للشكوك قرب جهاز الصراف الآلي، فألغي المعاملة المالية على الفور وابتعد بأسرع ما يمكن، واتصل بالمصرف لتأكيد إلغاء المعاملة. فمن السهل على أي شخص إتمام المعاملة وسحب المال من حسابك إن لم تضغط على زر الإلغاء. بعد إتمام معاملتك أخفي المال، وأثناء استخدامك للجهاز احرص على مسافة فاصلة بينك وبين الآخرين. لا تسمح لشخص غريب بالاقتراب كثيراً. إن اقترب أحدهم فلا تخجل، أخبره أن يبتعد. اذهب برفقة شخص آخر إلى الصراف الآلي كي يراقب من موقع قريب. امرأة من بوسطن حالت دون سرقة ابنتها بإطلاقها الزامور. حين سمع السارق الزامور انطلق هارباً. حاول مسلح سرقة امرأة من فلوريدا عند صراف آلي، وطالبها بالتوجه إلى بنك آخر لإجراء سحب آخر. مدت يدها إلى مقعد الراكب كما لو كانت ستفتح الباب، لكنها أمسكت بمبدل السرعة ووضعت سيارتها في وضع رجوع للخلف وهربت. أعطت أوصافه للشرطة واعتقل بعدها. يتعلق الأمر بأن تكون واعياً لما يحيط بك. تعلم التعرف على المواقف الخطيرة وتذكر بعض النصائح. هذا سيحميك من الخطر حين تذهب للصراف الآلي المرة المقبلة.